سفر موكلي للخارج ده شيء طبيعي وعادي نظرا لظروف شغله وتاريخ سفرياته المسموح عند سيادتك باسم ده. محدش قال حاجه يا استاذ راشد. انا كل اللي عايز اساله الاستاذ وجيه ايه اسباب السفر المره دي تحديدا. مجرد سفريه عاديه يا فندم للاتفاق مع الشركات اللي بتعامل معاها على الافراج الجايه ان شاء الله. تظبيط لوجيستي مش اكتر ولا اقل. سين معاد تذكره العوده كان بعد 3 ايام. هل دي مده كافيه لانهاء الاعمال المذكوره؟ ده شغلي. مش فاهم حضرتك عايز توصل لايه بالظبط. ياسر بيه يقصد هل انت كنت ناوي ترجع في الميعاد فعلا ولا ما كنتش ناوي ترجع اصلا؟ ما ارجعش ليه؟ لبلدي حياتي هنا وشغلي هنا. ليه اسافر وما ارجعش؟ استنى استاذ راشد مع احترامي لحضرتك حضرتك استاذ كبير يا ريت ما تتدخلش في سر التحقيق. استاذ وجيه جاوب على قد السؤال. احنا اخر حاجه كتبناها ايه؟ هل كانت المده كافيه؟ ايوه كانت المده كافيه. سين يوم 4/2 سبتمبر اللي فات سالت عوض بواب العماره اذا كان لمح حد غريب دخل او خرج من العماره او دخل او خرج شقتك عموما، حصل ولا لا؟ مش فاكر التاريخ بالتحديد بس حصل حصل حصل. سين طلبت بعد ذلك الاطلاع على تسجيل كاميرات العماره وشفتها بالفعل، حصل؟ حصل. سين هل بقى حضرتك ممكن تقولي كنت بتدور على ايه او عايز تعرف ايه تحديدا؟ ياسر بيه الاطلاع على كاميرات المراقبه بتاعه العماره حق مشترك بين الملاك، من حق اي ملك يطلع عليه في اي وقت. بعد اذنك يا راشد بيه انا كده مش عارف اشوف شغلي. حضرتك محامي كبير المفروض ما ينفعش يحصل منك كده. حبيبي انا بساعد موكلي بس لما اكون مش فاهم الاسئله، انا ما بتدخلش. اتفضل يا فندم كمل. اتفضل يا استاذ وجيه. انا اكتشفت ان في حاجه ضايعه مني في البيت ف كنت بدور على اي اثر او دليل يعرفني يعني الحاجه دي راحت فين بالظبط. سين ايه بقى الحاجه دي اللي كانت ضايعه منك؟ ساعه رولكس. ساعه رولكس. سين مفيش في التحريات ما يثبت ان حضرتك عملت محضر سرقه ان في حاجه ضاعت منك، بما تفسر؟ حقيقي لان لقيت الساعه في البيت في نفس اليوم بالليل. لقيتها؟ ايوه لقيتها. سين ما الذي كنت تتوقع مشاهدته في كاميرات العمارة حتى يدلك على السارق؟ يعني ما دي أول حاجة جت على بالي إن أنا أشوف الكاميرات. سيادتك أنا مش خبير في البحث عن المسروقات بس يعني أفتكر إن الكاميرات عملوها عشان كده.